Mean Godot. شوفي شو صار؟ ليه بتخلينيش أعرف أنام؟ كان شهر ويوم مجاع الستيج، كنت في السجن. ديدي تقيلة، الغصن رح ينكسر. ديدي وحيدة. أنا بالنسبة لي بدي أعدي هذا العرض لجول بحط كل طاقتي. كمان أودي ساعدنا كتير ولازم نعمل أشياء كتير منيحة، وبتمنى إنه جول يكون شايفنا مبسوط. خايف أول شيء والله العظيم عن جد، لأنه من حوالي من 4 شهور 5 شهور ما عملناش ولا عرض يعني قدام ناس. شايف؟ That means that we are so strong and we are still in the way and that we are still send our message from our place. It's called Freedom Theater. كتير حلو. خلينا. في معانا وقت معانا والهواء يتعبى بصراخنا. انا شو عملت؟ وين اروح بحالي؟ وين اروح بحالي؟ ايش بدي؟ البلكونه حلف الياس برب الياس يطخ البس المجنونه سحب الياس.